طيب احنا اخذنا نفس هذه الاجراءات من 2016 اربع مرات، يعني من 2016 ثم ثلاث تخفيضات اخرى اتخذناها، يعني لو خدنا ده اعتقد هيبقى الرابع من 2021. هو في ثلاثه فاتوا قريب بعد 2016، في ثلاثه فاتوا، ده يعني احنا بنتكلم على الخامس الجاي، ده الخامس بالظبط، ده الخامس من 2016 بالزبط. احنا بناخد نفس الاجراءات ونصل لنفس النتيجه طبعا، فين الخطا؟ الاجراءات نوعين يعني، او ممكن ننظر اليها من منظورين، منظور الكتاب التكست بوك، الكتاب الاقتصادي، هل هي صحيحه ولا لا؟ صحيح، الكتاب الاقتصادي صح، الوصفه والمقادير تختلف من اقتصادي لاخر، من حكومه لاخرى، ايضا تختلف التوقيتات، توقيت اتخاذ الاجراء، ممكن اخد اجراء صح لكن اتاخر فما يبقاش ليه اي لازمه، ومش بس ما يبقاش ليه لازمه، ممكن يبقى المردود العكسي بتاعه والمردود السلبي بتاعه اكبر. ده حصل طول الوقت وحصل من 2016 على سبيل المثال، خلينا نتكلم ناس بحاجات واضحه. 2016 ايه اللي حصل؟ لما خفضت الجنيه ب 50% اوفر نايت في يوم واحد، ودي كان اعنف واشرس تخفيض يحصل ده، وانا شايف ان ده كانت مشكلته ان هو كان اشد من اللازم، ودخلنا نفسيا، دخل الاسواق في انها تقبل النفق ده بقى، تبتدي تقعد تركب الزحليقه بقى، يعني دي اللي ما كانتش بتركبها قبل كده في التعاونات السابقه من السبعينات مرورا ب 2003 وخلافه، عمرنا ما وصلنا للقوه والعنف ده. اعتقد كنا ب 8 جنيه بقينا على طول ب 17 16، وكان في يعني تراخي شديد لحد ما خدنا القرار، فحتى انا سميته في مقال من مقالاتي التعويم المغناطيسي، ان يعني في تعويم فعلي لكن مش حاصل في السوق، مش منعكس على قرارات المركزي، مش منعكس على قرارات السياسه النقديه. فهذه الحاله من اللاسلم ولا حرب اللي تنفع في السياسه ما تنفعش في الاقتصاد، خلت ان الاسواق، خلت ان القرار في تاخره فضلا عن قوته اللي صدر بيها، خلته خلق نوع من انواع الاثر النفسي اللي يسمح بان الاسواق تتقبل باستمرار نزيف في العمله لصالح العملات الصعبه، فده حصل وعشان كده تلاه كذا تعاون، فضلا عن ان السياسه المتبناه انذاك قالت على سبيل الحصر والوضوح اننا في حاله تعويم كامل. هذه الرساله من الدينايل، من الانكار في أننا لسنا في تعويم وأنه لم نكن في تعويم وقعدنا حتى ثابتين عند ال 15 يعني سنوات، مع طبعا التصريحات الأخرى اللي حضرتك كنت شاهد على بعضها أن الجنيه هيبقى، الدولار هيبقى ب 4 جنيه. هذا من ناحية التصريح الشهير كان معايا مع حضرتك هذه هذه جوانب على فكرة، ولما نتكلم الناس تقول لك يعني هي أشخاص مش مؤسسات، أيوة في بلادنا وفي مجتمعاتنا الأشخاص أهم من المؤسسات، يستطيعون أن يضعون المعايير، يغيرون المعايير. يعني أنت تتهم التعويم بتاع 2016 كان بيقوده محافظ المركزي هنا طارق عامر بأنه هذا التعويم خدنا إلى اتجاه الانهيار، أو خدنا إلى اتجاه الزحليقة زي ما بتسميها، الزحليقة، ركبنا مسار خاطئ، لأنه كمان ما استفادش من التخفيض الشديد اللي عمله. يعني صحيح التخفيض خطأ والماجنيتيود أو الحجم بتاعه كان خطأ، لكن كان يمكن استثماره بشكل أفضل في إيه؟ أنا لما بخفض الجنيه أهم حاجة أعمل إيه؟ أزود الصادرات. هل أنا اشتغلت قبليها على الاقتصاد الحقيقي؟ دي مش شغلته. صحيح، دي مش شغلة المركزي. أنا عشان كده ما بتكلمش على المركزي، أنا بتكلم على يعني المركزي طبعًا له أخطائه المباشرة وتصريحاته الخاطئة، لكن أنا بتكلم على المنظومة نفسها، لما باخد قرار، الاقتصاد كله هو توازن وهو علم إدارة الندرة، فلما باخد قرار لازم قرارات تكميلية، سواء من السياسة المالية سواء من السياسة النقدية نفسها. فلما أكون، وأنا على فكرة دعينا 2016 عشية التعويم على مائدة السيد رئيس الوزراء آنذاك الله يرحمه المهندس شريف إسماعيل، وكان ده رأيي ساعتها، قلت لهم كل الناس كانت عايزة تعاون، الثمانية اللي كانوا قاعدين، قلت لهم مفيش مانع إن احنا نحرك، لكن قبل التحريك يجب أن نكون جاهزين لما بعده.